نروح لخبر آخر عن حالة الطقس. بيقول طقس اليوم شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة تسجل 40 درجة مئوية. طبعا درجات الحرارة فعلا أعلى من معدلاتها خلال الأيام دي، أو يعني ما أعرفش بقى أعلى من معدلاتها ولا مش أعلى، ده يقولوا المتخصصين. لكن إحنا حرانين، يعني إحنا مش مبسوطين، إحنا حاسين إن إحنا كده ملزقين وإحنا قاعدين في البيت والجو صعب جدا، الجو حر ورطوبة عالية جدا. دكتور محمود شاهين المتحدث باسم هيئة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير استاذ اسحاق استاذ هبه، اهلا بيكم. صباح الخير يا دكتور. يا دكتور هنعمل ايه في الجو ده يا دكتور، والحراره الشديده والرطوبه العاليه دي هتقعد معانا لحد امتى؟ طبعا الجو فعلا، بس احنا في شهر 7 يا جماعه، احنا معتادين على كده في شهر 7 وشهر 8 مش كده يعني يا دكتور، كتير بزياده حراره وارتفاعات رطوبه. وبعدين يعني احنا الحمد لله لو قارنا نفسنا بالعالم اللي حوالينا هنلاقي الحمد لله مصر ربنا حبيبها بجو اقل حده وحراره من الاجواء اللي حوالينا. يعني على سبيل المثال المشرق العربي درجات الحراره هناك تتجاوز ال 45 درجه، وبتصل في الكويت على سبيل المثال الى 50 درجه مئويه. وفي كندا مدينه باكملها حصل لها مشكله بسبب درجه الحراره يعني. بالظبط، طبعا اوروبا وامريكا كل هذه المناطق فيها ارتفاعات شديده درجات الحراره وحرائق وكوارث هناك. صحيح. الحمد لله احنا ربنا حبينا بالبحر المتوسط والبحر الاحمر الى حد كبير، بيقللوا من ارتفاعات درجات الحراره للكتل الهوائيه اللي داخله علينا، بس في نفس الوقت بيزودوا معدلات نسب الرطوبه اللي بتزود احساسنا بارتفاع درجه الحراره. لغايه امتى يا دكتور؟ يعني حتى نهايه الاسبوع على الاقل لسه الاجواء شديده الحراره ونسب الرطوبه مرتفعه، ضغط بالفعل شديد الحراره ورثت على اغلب مدن ومحافظات البلاد. ده طبعا خلال فترات النهار، فترات الليل ايضا ارتفاع نسب الرطوبه اللي هي العظمى بقى، درجه نسبه الرطوبه العظمى بتبقى في فترات الليل. ده اللي بيخلينا الجو بالليل بيكون صعب شويه، ما فيش اي نسمه من الهواء تقلل من احساسنا بارتفاع هذه الرطوبه. يعني خلينا نقول الاجواء متشابهه والايام شبه بعضها، بقى لنا اسبوع ولسه مكمل معانا حتى نهايه الاسبوع اللي جاي على الاقل. ربنا يسلمها ويعديها على خير، بس يعني ما فيش قدامنا غير ان احنا نتخذ بعض الاحتياطات والاجراءات عشان نامن نفسنا شويه، سواء كان نتجنب ضربات الشمس او ارتفاع ضغط الدم نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه. تمام. يعني زوجه الميه مهمه جدا، تكون احد الثقافات الجديده عندنا زي الكمامه، لازم ثقافه زجاجه الميه اثناء تواجدنا خارج المنزل. تمام. تكون في ايدينا عشان نزود معدلات سواء جسمنا وخصوصا الميه. طبعا بنشكرك جدا. نشكرك جدا يا دكتور. دكتور محمود شاهين المتحدث باسم هيئة التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بنشكر حضرتك جدا. نشرب مية كتير ونبعد بقى شوية عن المشروبات الغازية دي لينا ولعيالنا، لأن هي مضرة ولا هتحسسك هتشيل الحر ولا أي حاجة، نشربها مية كتير يعني. واللي ما فيش داعي إن هو يخرج من البيت في الجو الصعب ده بلاش ينزل، بلاش ننزل معانا الأطفال أو كبار السن، على يعني على قد ما يقدروا يقعدوا في البيت في الوقت بتاع الشمس الصعب ده.